في إطار الفتنة اللي كانت موجودة على مدار الشهور الطويلة الماضية فيما يخص وزارة التموين وتسجيل علامة تجارية لنادي الزمالك، قال لك هنسميه نادي القرن الحقيقي كعلامة تجارية في الموضوع الفوضى اللي انتم فاكرينها ديت. كل إدارات نادي الزمالك سواء عماد بيه عبد العزيز أو حسين بيه لبيب محدش فيهم فتح الملف ده، ولو وكلهم عارفين ان الملف ده بيتم المتاجرة بيه على جماهير الزمالك. اللي عاوز يفتح الملف ده وعاوز يتكلم فيه بجدية يروح يرفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية، ارفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية. لكن النهاردة وزارة التموين رفضت تسجيل العلامة التجارية لنادي الزمالك اللي هو نادي القرن الحقيقي، وقالت ان شعار نادي القرن الحقيقي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم بعد الفحص الفني استقر الفحص الى رفض العلامة لتشابه حصول النادي على نفس العلامة في الطلب اللي قدمه سنة 2007 وحصل على العلامة بعد 14 شهر في يناير 2009. فبالتالي ده كده ما بقاش نادي القرن الحقيقي. لكن برضو في فئة من المسؤولين في نادي الزمالك والإعلاميين والجماهير تقول لك لا الزمالك نادي القرن. طب يا جماعة دلوقتي احنا عدى 21 سنة على هذا الأمر، ما تيجوا نرفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية، ارفعوا قضية في المحكمة الرياضية الدولية. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، ارفعوا قضية. نادي القرن الحقيقي ده ما تسيبوش حقكم، مش نسكت نسكت ولما نحب نعمل فتنة نتكلم في الموضوع ده. لا يا حبيبي، ارفع قضية، خد حكم، خدت حكم خلاص، ما خدتش حكم يبقى الموضوع اتقفل. ولذا البعض لا يرغب ابدا في ان هو يقفل الموضوع، لا عاوز يتن الموضوع شغال، عاوز الموضوع يبقى شغال. فعشان كده وزارة التموين النهاردة اللي رفضت الطلب هنتننا بقى قاعدين ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، ايه اللي كاني، ايه اللي ماني، طب هيوافقوا على الموضوع ده امتى، طب مش هيوافقوا امتى، طب ايه الموضوع، وهكذا. ونتننا في نفس الدوامة لفترة طويلة، لفترة طويلة نقعد بقى نتكلم فيه يا جماعة ايه اللي حصل، يا جماعة طب نادي القرن مين، طب التسعة اكبر ولا السابعة، طب مش عارف ايه. يعني ناس بتتكلم في نادي القرن في القرن 21 واحنا لسه بنتكلم في موضوع يعني مات مات. فالنهاردة وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت تسجيل علامة تجارية للزمالك بتاع نادي القرن الحقيقي، رغم ان اليوفط موجود، اليوفط موجود، املوا الدنيا يوفط، ما ينفعش يا جماعة. فأي إدارة في نادي الزمالك ترفع قضية فيما يخص هذا الأمر. طيب، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير، اوعى تنسى تفعل الخير. بص يا سيدي، النهاردة أنا قاعد معاكم عندنا شوية حاجات، بس عجبني النهاردة نادي زد. نادي زد مش بس عمل اختبار ل 17,000 ناشئ وبشكل محترم للغاية وباختبارات بيشرف عليها خبراء من بروسيا دورتموند، لا ده عامل أكاديميات في الساحل الشمالي للناس اللي بتصيف في الاسكواش وفي الكورة وفي التنس وحاجات بالشكل ده، وده شيء رائد جدا حرص عليه نادي زد الرياضي، ومعاه مجلس طبعا إدارة في الموضوع ده، معاه مدير رئيس نادي كابتن سيف زاهر الإعلامي الكبير، المدير التنفيذي للشركة أصلا أحمد بيه دياب وكيل لجنة الشباب في مجلس الشيوخ، معاه بقى عماد متعب، معاه حسام غالي، معاه كابتن أحمد حسام ميدو، حازم إمام، محمد زيدان، أحمد حسن، مجموعة من العمالقة اللي بيفكروا النادي ده. فقال لك في الصيف الأكاديميات دي بتقع، طب ما تيجي نودي الأكاديميات في الساحل الشمالي في بعض القرى السياحية، يبقى الناشئين بدل ما يبطلوا تمرين بسبب المصف يكونوا متواجدين في القرى السياحية دي. فأنا بحيي إدارة نادي زد على هذا الأمر، إنها بتعمل أكاديميات تنمي فيها مواهب الناشئين والشباب في الساحل الشمالي، لأن ده في حرص على ضمان انتظام البراعم والناشئين في التدريبات في هذه الأكاديميات، وحرص من زد على استمرار التدريب. عجبني برضو لأول مرة كنت بسمع فترة طويلة يعني إذاعة أون إف إم، فسمعت حوار لأحمد دياب مع زميلنا المحمودي، فاتكلم على فكرة القانون الرياضة وتأثيره في الاستثمار الرياضي بعد صعود فاركو الشرقية للدخان كوكاكولا. قانون ساهم في ان الناس تخش تستثمر
فلازم قال لك القانون يعني شجع القانون 2017 بتاع الرياض، قال لك القانون ده فتح باب الاستثمار، والتجربة خلال السنين اللي فات أظهرت إيجابيات وسلبيات، فبتتعالج السلبيات في هذا الأمر، لكن تعديل القانون من اختصاص مجلس النواب، لكن أصبح في شركات لكرة القدم، الشركة اللي عملها النادي الأهلي اللي برئاسة ياسين بيه منصور، والقطاع الخاص شغال فيه. الأندية الشعبية متأخرة شوية، الأندية الشعبية متأخرة شوية. أحمد عبد الستار، وقال أحمد بيه دياب إن مصر مليئة بالمواهب، وخاصة إن عدد سكانها 68% منه شباب، وإن مصر فيها طفرة في البنية الأساسية، طرق ومنشآت وكباري وسيولة مرورية، وده بيخلي مصر قادرة على تنظيم أي حدث عالمي. في كلام عن تنظيم مصر والسعودية لكأس العالم 2030 بإذن الله، وأظن بعد التطور الرهيب اللي في البنية التحتية اللي موجود في مصر والسيولة المرورية والخبرات في التنظيم والطاقة البشرية اللي موجودة عندنا، نقدر نعمل ده بشكل كبير جدا. لكن لفت الأنظار إلى وجود إشكالية كبيرة جدا في الفصل بين الأندية الاجتماعية والرياضية، الأندية الاجتماعية والرياضية. وقال القانون بيسمح للأندية الاجتماعية بإنشاء شركات لكنها لا يلزم، ففي ناس سايبة النشاط الرياضي سايح على النشاط الاجتماعي، على النشاط الثقافي، على النشاط وهكذا. لكن قال ان احنا بهذا القانون الرياضة دخلت الى مرحلة الاحتراف بعيدا عن الانشطة الاجتماعية، وقال ان تنظيم كاس العالم ده مسألة سهلة جدا، لانك انت عملت كمان مشروع تذكرتي كان ماشي كويس، وكان الجمهور بدأ يخش من خلال مشروع تذكرتي للملاعب والمباريات، لولا جائحة كورونا اللي ادت الى تأخير كبير في هذا الامر.